النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. وعناية الإسلام بالشباب هي عناية بمرحلة يبدأ الإنسان فيها رغبته في التحدي، ويبدي رغبته في الانفلات من أي قيود أخلاقية أو اجتماعية. ولذلك كانت مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء، وكانت مرحلة الشباب هي مرحلة القوة. ولذلك راهن عليهم الإسلام، وراهنت عليهم الدعوة الإسلامية، فكان من أوائل من أسلم علي بن أبي طالب. ولدينا صور مشرقة للشباب في السيرة النبوية. هذا عمار بن ياسر الذي صبر على الأذى، وهذا معاذ بن جبل الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان مرتبة ومنزلة الشباب. ثم إننا حين نتحدث عن مرحلة الشباب، نتحدث عن تحديات أصبحت تواجه هؤلاء الشباب، تحديات مرتبطة بالشهوة الجنسية، وتحديات مرتبطة بالإدمان على المخدرات والإدمان على التدخين، وتحديات مرتبطة بعقوق الوالدين، وهناك تحديات أخرى مرتبطة بموجة الإلحاد وموجة التشكيك في الدين التي أصبح الشباب يعانون منها. ولذلك ينبغي أن تتضافر جهودنا، بمؤسساتنا المتنوعة، مؤسسات دينية ومؤسسات اجتماعية ومؤسسات تربوية. فأول مؤسسة تخاطب بهذا الخطاب لتوعية هؤلاء الشباب هي مؤسسة الأسرة، باعتبارها المحضن الأول لهؤلاء الشباب. ولعظم تأثير هذه الأسرة في هؤلاء الشباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مرحلة الشباب هي نتاج لتربية في مرحلة الطفولة، ولذلك لا ينبغي أن نهمل مرحلة الطفولة وننتظر مرحلة الشباب لنجني ثمارا أخرى غير التي زرعنا. فالذي نتحدث عنه هو منهج الإسلام في ضبط غرائز الإنسان، ومن هذه الغرائز غرائزه الشهوانية، غرائزه الجنسية. حينما يتحرك الإنسان لهذه الشهوات، ما أسباب ذلك؟ ما أسباب توجه بعض الشباب لإشباع هذه الغرائز في أمور محرمة؟ إشباع هذه الغرائز من خلال مشاهدة الأفلام الإباحية، من خلال العلاقات الغير شرعية، من خلال الزنا. إذن كل هذا يدفعنا أن نحدد السبب الرئيسي في هذه الآفات. ولا شك أن غياب الوازع الديني هو من أبرز الأسباب. غياب الوازع الديني، الوازع الديني مهم. لماذا؟ لأن تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان قوياً أمام هذه الشهوات. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهذه النفس التي أقسم الله سبحانه وتعالى وأعلى من شأنها، فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. عندما يبتعد الإنسان عن أسباب تقوية الإيمان، لا يصلي، لا يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يفعل الخير، ومن أعظم الروابط بين العبد وربه هذه الصلاة، هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
ولذلك نلاحظ بدلالة التنبيه في هذه الآية الكريمة أنهم حينما أضاعوا الصلاة فإنهم اتبعوا الشهوات، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والإسلام له منهج في ضبط هذه الغريزة. الإسلام لم يحارب هذه الغريزة. ما يمكنش الإسلام يقول لك ودي إحنا ما خصش الإنسان تكون عنده هذه الشهوة الجنسية، لا، ولكن ضبطها. ولذلك لما جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، جاتهم قليلة، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أخشاكم لله وإني أتزوج النساء، ليبين لك أن الإسلام لم يأتي ليصادر هذه الغريزة. لسنا رهبانيين ولسنا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى أن نحرم ما أحل الله تعالى لنا. فأول شيء أن الإسلام لم يصادر هذه الغريزة، وإنما عمل على تهذيبها. تهذيبها من خلال أول شيء وهو الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعندما نلاحظ أن الزواج أصبح قليلا في صفوف الشباب، والسبب قد يكون اجتماعيا والسبب قد يكون ماديا، ومن الظواهر الاجتماعية التي قد تكون سببا في قلة إقبال الشباب على الزواج، وهو هذه التكاليف التي أصبحت مرهقة لهؤلاء الشباب. ولذلك وجب علينا أن نغير نظرتنا لهذا الزواج. هذا الزواج ليس استعراضا، ليس مباهاة، وإنما هذا الزواج هو إعانة لهذا الشاب على الزواج. وليخشى كل أب وكل أم أن يدركها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وأخشى أن يدركه هذا الوعيد، أن يكون هو سببا، أن يكون هو سبب في هذه في هذا الفساد. ثم من منهج الإسلام في ضبط غرائز الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الصيام، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. كثير من الشباب يقول أنا أصوم ولكن أجد رغبة في العلاقات الغير شرعية، وأجد رغبة في الزنا، وأجد رغبة في كذا. أقول لك فلسفة تشريع الصيام قائمة على تنمية قدرة الإنسان على الامتناع. الامتناع، هذا الامتناع هو قدرة للإنسان. ولذلك الإسلام ماذا يريد منك؟ حينما تمتنع عن الأكل، تمتنع عن الشراب، تمتنع عن المفطرات، يريد الإسلام أن يقوي قوة الامتناع عندك. ولذلك كان الصيام امتناعا فيؤول إلى تنمية قدرة الإنسان على الامتناع عن المحرمات. وأنتم تعلمون كما يقول الإمام الشاطبي إن الشريعة تراعي المآلات. ولذلك عندما نتأمل التشريع الإسلامي في تحريم النظر، تقليب الصور الخليعة من خلال الهاتف يحرك شهوتك إلى الحرام. ولذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال لا تغضب، وليس أمرا أن لا تغضب لأن الغضب يهجم عليك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أن لا تعمل بمقتضى الغضب وأن لا توقع نفسك في محل تغضب فيه. ولذلك عندما أمرك الشرع بغض البصر أمرك بالانتهاء عن خطوات قد تفضي بك إلى الحرام. فالتشريع الإسلامي قائم على فلسفة تنمية قدرة الإنسان على الامتناع عن المحرمات. حينما يبدأ الإنسان في مراسلات، وهذه المراسلات قد تكون بدايتها دعوة إلى الخير أو غير ذلك، حتى يجد الإنسان نفسه في هذه الشهوة، هذه الفاحشة التي هي الزنا، التي أمر الله سبحانه وتعالى بالبعد عنها، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نتأمل أن الإسلام
يعرض لنا منهجا للعفة في القرآن الكريم من خلال سورة يوسف. يوسف هو مثال لكل شاب من الشباب، لكل شاب اجتمعت فيه القوة الجنسية وكان جميلا، وأي شاب منا قد يسقط قصته أو هذه القصة لها إسقاطات على الشباب. فهذا الشاب الجميل الذي أودي وعودي وراودته امرأة العزيز وهي المرأة الداعية إلى نفسها وغلقت الأبواب وأمنت الداخل وراودته عن نفسه فامتنع. نتأمل أن الشريعة الإسلامية عرضت لك نموذجا للعفة وهو يوسف عندما منعه الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن تمتنع خوفا من الله سبحانه وتعالى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. نتأمل كيف استعصم بالله سبحانه وتعالى عندما انتهى عن هذه الشهوة المحرمة، فإن الله سبحانه وتعالى قال على لسانه اجعلني على خزائن الأرض. يصبر الإنسان على السجن، صبر على السجن وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أيها الشاب، سوف تجد أمامك شياطين إنس وشياطين جن، سوف تجد من يدعوك إلى الفاحشة، ولكن ينبغي أن تقاوم كل هذه الأشياء لأن العاقبة خير بإذن الله. لأن الإنسان إذا امتنع عن عوائد السوء فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجته كما رفع درجة يوسف الذي استعصم بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الشاب فيقول له سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله عظمت دواعي ارتكاب الحرام والفتنة فعظم أجره. والقاعدة في مبحث الحرام أنه كلما عظمت الدواعي والهمم على ارتكاب المحرم وامتنعت عنه كلما عظم أجرك، وكلما قلت الدواعي والهمم على ارتكاب المحرم وارتكبته كلما عظم وزرك. ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان. ثم إن خطابنا إلى الشباب ينبغي أن يكون خطابا واقعيا. الآن اللي كان خاطب بعض الشباب يقولون خطابكم لا يصلنا، لأنه خطاب ليس واقعيا. في بعض الأحيان نخاطبهم بلغة لا يفهمونها. فلننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف خطب هؤلاء الشباب بأسلوب منطقي، وهو يقول لهم، هو يقول لشاب جاءه يقول اذلي في الزنا، اذلي في الزنا، أريد أن أزني. يقول له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه. إذن هذا أسلوب في مخاطبة هؤلاء الشباب. ولذلك التحدي الآن هو العمل بالممكن لأجل مجابهة هذه التحديات. الآن الناس اللي كيبغيوا الخير، لماذا لا نصنع مقاطع فيديو مصورة بأحدث التقنيات التي تنهى عن فاحشة الزنا من خلال تصوير بعض الشيوخ الذين هم قريبون من الشباب، من خلال بعض المقاطع المؤثرة، بعض الآيات. إذن هذا كله أسلوب من أساليب التوعية. ثم من النصائح للشباب أنه كلما حدثتك نفسك بالفاحشة فلينظر الإنسان إلى العواقب، ينظر الإنسان إلى عاقبة الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وجد نساء عراتا كأنهم على التنور، فكلما جاءهم لهيب من تحت هذا التنور ضوضوا وسمع لهم صراخ، قال جبريل هؤلاء الزنات. يدرك الإنسان أن هذا الزاني إن كان محصنا فسوف يموت فسوف يرجم، وهذا حده في الإسلام، وإن كان غير محصن فسوف يجلد. فيدرك الإنسان هذه العقوبات فتتحرك نفسه للامتثال. ولذلك
من النصائح التي ينصح بها الشباب والشابات أنه إذا تحركت نفس الإنسان الحرام فلأكتب، أكتب أحاديث النهي عن الزنا، أكتب أحاديث آيات النهي عن فاحشة الزنا، وأكتب آيات فيها الوعيد الشديد، أكتب هذه الآيات وأكتب هذه الأحاديث وأقرأها على نفسي. ذلك أدعى، ذلك أدعى أن ينتهي الإنسان، لأنه يذكر نفسه. ومن أعظم الأشياء أن يبتعد الإنسان عن محل الريبة. ولذلك من قواعد من أصول الفقه المالكي باب سد الذرائع. الذريعة هي الوسيلة، والإسلام عمل على سد هذه الذرائع المفضية إلى الحرام، وجعل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فأمر بغض البصر باعتباره وسيلة، أمر بعدم الدخول على النساء وقال إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت إلى الحم؟ قال الحم الموت. وكل هذه التشريعات هي لأجل حماية ضروري من الضروريات الخمس، وهو ضروري العرض. والإسلام عمل على حمايته من خلال تشريع ما يقيمه، ومن خلال تشريع ما يبرأ عنه الفساد، فشجع على الزواج، وشجع على الأسرة، تكوين الأسرة، وحذر من فاحشة الزنا ومن الممارسات المشينة. ثم إن من هذه الغرائز ما يتحرك إليه الإنسان من إدمان على المخدرات أو إدمان على التدخين، ولعلنا إن شاء الله يتيسر لنا لقاء آخر.